السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة. الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال التواجد ديالها بالحفل ديالها ديال روائع الموجي المقامة بالرياض، كان معاها الزوج ديالها حسام حبيب وشاد ليها في يديها، يعني بداية الحفل وبعد نهاية الحفل. وهذا الحفل عرف حضور ومشاركة مجموعة من الفنانين اللي من بينهم صابر الرباعي وأنغام ووائل جسار. شيرين عبد الوهاب أبدعت في غناء أنت وبس لحبيبي، ولقات واحد التفاعل كبير مع الجمهور ديالها. كما عرفت الحفل تألق وتميز الفنانة أنغام اللي أدت أغنية من روائع الموسيقار محمد الموجي صافيني مرة، وحتى هي لقات تفاعل كبير مع الجمهور. وتركي آل الشيخ كان سعيد وكيسمع ليهم كاملين.